منتخبنا الوطني يا شباب عاود تدريباته في ملعب جذع النخل استعدادا لملاقاة الكويت الثلاثاء المقبل، وايضا راح نتكلم بخصوص غياب علي جاسم عن التدريبات مساء الامس، وعندنا بيان مهم جدا يا شباب للاتحاد العراقي وتعليق كافة انشطته مع اتحاد غرب اسيا بعد اتهام العراق بتزوير لاعب. امور غريبة جدا حدثت بهذا الموضوع راح نتكلم بكل شيء بالتفاصيل، تابع الفيديو للنهاية حتى تفهم كل شيء اول باول. السلام عليكم حبايب قلبان ورضا حبيب، حياكم الله. بالبداية يا شباب راح نتكلم بخصوص آخر استعدادات منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني يعاود تدريباته في البصرة استعدادا لمواجهة الكويت في الكويت. عاود المنتخب الوطني مواصلة تدريباته في البصرة وذلك بخوض وحدة تدريبية وبمشاركة 24 لاعبا. جميع اللاعبين يا شباب شاركوا بالتدريبات ما عدا اللاعب علي جاسم، وهواي سألتوني عن غياب علي جاسم بالتدريبات ليلة أمس. باي حبيبي، حيث فضل الجهاز الفني ان يواصل اللاعب تمارين استشفائية في مقر الإقامة وتحت اشراف الطبيب العلاجي تحضيرا لمواجهة منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026. التدريبات يا شباب حضرها رئيس الوفد العراقي يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد والاعضاء محمد ناصر واحمد الموسوي. ومن المهم ان يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم اخر وحدة تدريبية في البصرة قبل التوجه يوم الاثنين الى الكويت، حيث يخوض هناك بالكويت وحدة تدريبية رئيسية على ملعب جابر الاحمد الدولي، وبعدها يدخل مجريات المباراة. وايضا يا شباب عندنا الطاقم التحكيمي ياباني سيدير اللقاء بقيادة كيمورا هيروكي، ويساعد كل من سادة وتاكيبي وكاسهارا وايدا واراكي. هاي يا شباب حكام مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الكويت. المباراة يا شباب يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 9 مساء بتوقيت بغداد. واضح يا شباب هاي كل ما يخص أخبار المنتخب الوطني الأول. ونجي لمنتخب الناشئين اللي فاز قبل يومين على الأردن وتأهل لنصف النهائي، وظهر هذا الشيء ما عجب رئيس اتحاد غرب آسيا الأردني، وانصدم الاتحاد العراقي ليلة أمس بقرارات غريبة جدا وهو إتهام المنتخب العراقي بتزوير اللاعب، ونزلت عدة قوانين انضباطية على منتخبنا الوطني العراقي ومنتخب البحرين فقط من كل المنتخبات اللي مشاركة. أما بقية المنتخبات لا جرت فحوصات عليهم يا شباب ولا سووا لهم شيء، فقط الفحص كان على ذول الفريقين الفقرة العراق والبحرين، يعني الأردن ولبنان والسعودية وغيرهم ما فحصوهم، وهذا الشيء يدل على تلاعب بالنتائج من خلال هاي الأمور التافهة، لأن القانون يمشي على الكل، لو كل المنتخبات تسوي الفحص لو ما يصير منتخب أو منتخبين. زين انت سويت الفحص ومثلا ثبتت انه عندنا لاعب مزور، ليش ما انتظرت حسب القانون ولوائح الفيفا ان تنتظر 24 ساعة حتى الاتحاد العراقي يرد عليك بانه اللاعب فعلا يعني مزور او لا؟ لازم تنتظر 24 ساعة مو مباشرة تصدر الاوامر الساعة تقريبا 11 بالليل نزلت القوانين الانضباطية والاوامر وما اعرف ايش. وحاليا انا اتكلم لكم ترى رئيس اتحاد غرب اسيا الاردني ما شاء الله يعني هو يحبنا، قبل سحب الباص من منتخبنا للناشئين وسحب الغرف ايضا من منتخبنا وخلاهم بالريسبشن بالفندق، وبعد ساعة ساعتين راح تشوفون منتخبنا يتجول بشوارع عمان. هذا اللي تردوا هذا كرم العرب، والله الصراحة ما اعرف. تعال خل اشرح لكم بيان الاتحاد العراقي بعد هذا القرار الغريب. اتحاد غرب اسيا يطالب وفد منتخب الناشئين بمغادرة فندق اقامته في اقل من ساعة. اتحاد غرب اسيا ايضا منح منتخبي لبنان وعمان يومين كاملين للمغادرة ولم يطبق ذلك مع العراق، يعني الظاهر لبنان وعمان الناس يعني مع احتراماتي لهم من عالم ثاني، والعراق ما اعرف يعني اسحب الغرف والباص باقل من ساعة وطلعهم من الفندق باقل ساعة، والفريقين يومين ينطيهم حتى يرتبون امورهم والعودة لبلادهم. هذا يبين انه ما شاء الله يموت علينا هذا رئيس الاتحاد غرب اسيا الاردني، يموت علينا اللي هو علي بن الحسين. المهم يا شباب شلون حاطين الصراحة اردني رئيس اتحاد غرب الاسيا ما اعرف، اشو لا تاريخ ولا لعب ولا انجازات، شلون ومنين اعتمدتوا وخليتوا ما اعرف الصراحة. طبعا وفد منتخبنا للناشئين قام بارسال فحص اللاعب احمد علي عبد الله الذي اعتمد عليه اتحاد غرب اسيا في الاردن الى الدكتور بدران البدران مدير الطب الرياضي في العراق، وتبين ان اللاعب مستحق للعب مع منتخب الناشئين. ومو بس هيك يا شباب، الاتحاد العراقي ما سكت، ايضا ودى التحاليل الى وزاره الداخليه العراقيه وتبينت سليمه جدا ولا يوجد بها تلاعب. ومن خلال هذا الوضع الهزيل
نزل بيان من الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل عاجل. اتحاد الكرة العراقي يستغرب قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة منتخب الناشئين ويقرر تعليقا شطة ومشاركاته كافة في جميع بطولاته. ويبدي الاتحاد العراقي لكرة القدم استغرابه من القرار الغير مقبول والغير المصنف الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبة، باعتبار منتخب الناشئين العراقي خاسر المباراتين أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة 3-0. يعني الصراحة ما أعرف والله. المهم، بالرغم من بلوغ منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي بطلا لمجموعته الأولى برصيد 4 نقاط، إن الاتحاد العراقي يستنكر هذا القرار المجحف بحق منتخب الناشئين العراقي، فإنه يؤكد على احتفاظه بحق القانوني في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلا عن امتلاك الإثباتات التي تحظ على القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا. وسيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامة موقف الناشئين العراقيين في البطولة. ويؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن وفد منتخبنا الناشئين العراقي طالب في الاجتماع الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حاليا في عمان بفحص جميع أعمار اللاعبين في المنتخبات الثلاث، الأردن ولبنان والعراق، والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية كافة، فلم يجد إلا قرارا تعسفيا مبيتا لم يمهل الاتحاد حق الرد المكفول على وفق اللوائح خلال مدة 24 ساعة، وأصدر القرار قبل انتهاء تلك المدة. وفقا لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تعليق أنشطة ومشاركات كافة في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا نتيجة لسياسة هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا. هكذا كان يا شباب بيان الاتحاد العراقي بعد مهازل اتحاد غرب آسيا ومهازل الرئيس مال غرب آسيا. أفضل حل سواء الاتحاد العراقي هو الانسحاب وعدم المشاركة بكل استحقاقات بهاي المنطقة نهائيا، هذا أفضل حل الصراحة سواء الاتحاد العراقي. المهم يا شباب خلينا نغير موضوع، وهاي الأمور ما راح تخلص نهائيا. تعال يا حبيبي خلي فرحك شوية. تدرون الآن أصبح لدينا 4 لاعبين عراقيين في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم. أي حبيبي مثل ما سمعت، أصبح عندنا 4 لاعبين محترفين بالدوري الهولندي الممتاز، اللي هم زيدان إقبال بنادي أوترخت، ودانيال سعيد بنادي هيرنفين، وحسين علي أيضا بنادي هيرنفين، واللاعب الرابع اللي انضم لهذا الدوري اللي هو مانويل إيليا بنادي فورتونا ستيراد. طبعا بالتوفيق ان شاء الله للاعبين الموهوبين المحترفين بالدوري الهولندي الممتاز، يا رب نتمنى لهم موسم مليء بالانجازات. طبعا يا شباب هاي كانت كل اخبارنا المهمه لهذا اليوم. اتمنى اذا اول مره تشوفني تشترك بالقناه وتدعمني باللايك تشجعني نستمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو خبر جديد، مع السلامه.